you mm -hmm. سلام حبوباتي واش راكم واش ان شاء الله تكونوا بخير مرحبا بكم في الفيديو جديد نبداو بذكر الله والصلاه والسلام على رسول الله واش البنات واش حوالكم نشكر كل وحده خلتلي تعليقاتها كل وحده خلتلي حفزتني كل وحده يعني شجعتني نقول لكم ربي يخليكم ليا ربي يفرحكم ربي يهنيكم ربي يحميكم ربي ينولكم واش في بالكم ربي يرزقكم بابو الواسع هنا البنات جبت لكم كما وعدتكم راني وعدتكم عندي مده وكل مره نقول آآ نحاول اني نحط لكم الطريقه كيفاه تغرز تاع المطرح و... ولا تطرحت تاع المطرح ونقول المره 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 هذا وين كتبت وراني كنت عند وعدي وكملت لكم بها شوفوا البنات هنا راح نعطيكم نحاول أن نعطيكم جميع التفاصيل جميع الاسئله اللي راهي دور في ذهنكم باش نعطيها لكم اول حاجه شوفوا الكمخه اللي نستعملوها نستعملوا لازم الكمخه تعود خشينه للتغرز تاع المطرح الكمخه لازم تعود خشينه باش تقدري تغرزي بها المطرح ما ديريش الكم خرقي قالت لد السنسر هذه كم هنا شوفوا البنات بالنسبه للصوف للصوف تهز المطرح يهز زوز شكاير تاع قنطار زوز شكاير اللي نديرو فيه القمح يعني افهموني مليح زوز شكاير تاع القمح الكبار مليانين ونص هذا ما يديروا لك مطرح كي معمر يعني مليح مشي معمر خلاه ثقيل ومشي معمر يعني فارغ هنا شوفوا للحاشيه ديري شبر وزوز صباع هذوما للحاشيه تاع تعال... آه... تاع الكمخه بالنسبه للكمخه واش يهز يهز لك زوز مترات وربع كي تروحي تشري ل... عند آه... يعني آه... مول الحانوت تقول اعطيني مطرح تاع هو راح يقص لك زوز مترات وربع آه... الكمخه الكمخه فيها 90 آه... صن... آه... فيها متر متر عرض فيها 100 مي... سنتيم يعني فيها متر عرض وتكون زوز مترات و و 25 سنتيمتر يعني زوز مترات وربع راح يخدموا لك مطرح من بعد كي تعودي تخيطي هاك الربع تتكل في الحواشي وفي الخياطه وفي ال... راح تقعد لك حق مطرح قد قد راح يقعدوا لك زوز مترات قد قد شوفوا هنا تحاولوا انكم تعمروه اول حاجه تبداو بالحواشي باش يجي المطرح تاعكم واقف لازم تبدوه بالحواشي يتعمروا الحواشي مليح راح يجيكم من المطرح تاعكم ثانيتك مليح من بعد حتى في الخدمه مش راح يغبنكم في كي تعودوا تخدموا فيه عمروا الحواشي مليح الحوال الوسط من بعد راهو يتعمر وحده بالشوية بشويه حتى يتعمر وحده لازم تكملوا زوز شكاير والنص باش يجيكم يعني بالكيلو ما عنباليش آه يكون حوالي 14 كيلو ولا 15 كيلو يديروا لكم يعني من الصوفة وتقدروا تعمروا ثانيتك باللوات يعني حتى لوات رح تجي نفس النتيجة وشي هو لوات يعني مع الوقت رح يطيح لك بصح الصوف رح تقعد الصوف كما بكري سبكري كنز الصوف راح تقعد لك يعني با با بعض الولايات يعني استغنى وخلاها على الصوف بس حكي جهتنا احنا في الشرق احنا نستعملوه ونستعملوه ياسر خلاها خاصة العرايس العريس يعني يشرطوه حتى العرايس يشرطوه في الشرط كي يجوا يشرطوا يقسموا الشرط ولا يقطعوا الشرط ولا كيفاه يقولوا يشرطوه يشرطوا الفراش تقول لك جيب لي جيبي لي يا تجيبي لي فراش يا تجيبي يا قنطار يا زوز يا يعني كل وحده وكيفاه هنا شوفوا البنات ها من حواشي كيفاه جاوا معمرين تعمر فيهم هذه راي جوزتي هي اللي تعمر فيهم طارح وتشوفوا تغرزهم يهبل ويهبل قلت خلي نصور لكم باش تشوفوا الطريقه كل مره نقول اليوم ما نصور اليوم نصور هذا وين كتبت لكم باش نعت لكم النتيجه وشوفوا البنات راح تخرج نتيجه هايله تبعوني البنات الفيديو للاخير وما تنسوش لي وصلت هنا ما تنسانيش ترجع دير لي وتفوت واللي ما اشتركتش البنات اشترك راهي نسبه الاشتراك الغير آه مشتركين أثر اكثر من نسبه المشتركين يعني عندي غير عشرة بالمية من المشتركين والباقي كلهم ما همش مشتركين اللي راهم قاعدين اللي ما تعرفش كيفاه الاشتراك تروح ل الاشتراك هذاك اللي مكتوب بالاحمر الكتيبه اللي مكتوبه بالاحمر تدير لها وتقرص على الـ على الجرس الاول آه هو اللي باش يلحقك كل جديد تاعي يعني اللي بالنسبه للبنات اللي, اللي ما يعرفوش كيف آه كيفاه في القناه شوفوا هنا البنات بعد ما كملت التعمار تاعو قد قد ولحتك زوز شكاير ونص شوفوا هنا جيت خيطت لكم الحاشيه الفتحه اللي خلتها اللي عمرت بها تسمى المطرح يعني تحبي تخيطيه انت ولا تشريه جاهز كاينين يعني حتى جاهزين ولا خيطيه انت كما قلت لكم في في الحواشي ديروا باذن الله القيامه الجايه راح نخيط لكم من قدامكم وتشوفوا كيفاه خيط القشره الفوقانيه الفوقانيه برك على المطرح هاني عطيت لكم الطريقة تاعو وبإذن الله الحلية متل جاية نحط لكم الطريقة كيفاه تخيطوا القشرة الفوقانية تاع المطر هنا شوفوا حكموا نفس اللون تاع الخيط نفس لازم تشريو نفس ال... نفس اللون نفس ال... ال... الكوطو اللي نخدموا به البساطات هذا بعد اللي غرزوا به المطار مطارح يعني او سبيسيال للمطارح. بالنسبه واحد الاخت ام امير آه رانا اليوم هدرت انا وياها قبل ما ندير المونتاج الفيديو هذا وهدرنا على النسبه آآ للخيط الخيط البنات ويعني ونبهتني واحد الحاجه مهمه بالنسبه للخيط كاين البنات الخيط اللي مخدوم في القطن وكاين اللي مخدوم في النيلون اشرو نتوما اللي مخدوم في النيلون اللي في النيلون تلقوه يبري هك واللي مخدوم بالقطن راح تلقوه شغل موبر هك هذاك الموبر راهو ماهوش مليح نتوما اشرو اللي في النيلون ويكون صحيح بالنسبه للكبوب تاع الكوطو درك نعت لكم الكبوب اللي تخدموا بهم والخيط اللي تخدموا به شوف هذو بالنسبه للريبونه هذه الريبونه تاع 0.5 سنتيمتر هذه لبرة المخيط وهذه بنت المخيط كاينه المخيط وكاينة بنت المخيط هذه بنت المخيط هذه اللي تخيط بها الحاج اي اكثر شويه من تاع اللي نخدموا بها البساطات اكبر منها شوي وهذا الخيط يعني هاو فيه البساط القماش فيه القري شريت حسبه شوفوا كفاه يبري هنا شوفوا المطرح كيفاه بعد مع عمراتو كلش ها هنا تجي تجبد باللبره كيما راكم تشوفوا تجبد الصوف باش تريقلو في بلاصتو بعد كي تعود تخدم ما تجيهاش الحاشيه عوجه ولا وتبعوا الخيط البنات الخيط تبعوا الخيط الخيط تبعوا للخيط لا ترسموا بستيل ولا ترسموا بطباشير لا ترسموا حتى بحاجه الخيط يتبع الخيط ان شاء الله تكونوا فهمتوني في 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 الكلمه هذه شوفوا وين تحطوا تدخلوا الخيط خرجوا الخيط في نفس البلاصه باش من بعد ما يجيكمش الطريق تاعكم ما تجيش عوجه ان شاء الله تكونوا فهمتوني البنات هنا شوفوا كيفاه تجبد في الخيط في الصوف تجبدها مليح باش تحكم الحواشي تحكم الصوف تريقلها في المطرح باش من بعد كي تغرز تجيها مليحه شوفوا البنات شوفوا كيفاه راه تدخل في الخيط دخل الخيط في نفس البلاصه اللي خرجت منها الخيط هذا هذا هو الشرح تاعينا هنا شوفوا كيف دير باش مديرش ديرش ما دير لا عقده لا والو شوفوا الطريقه تدخل الخيط الاول ومن بعد تدخلوا في بعضها وتزيد تمشي بالطريقة هذه إن شاء الله يكون الشرح تاعي ف فهمتوه ويكون الشرح تاعي يعني سهل لكم نحب نبسط لكم الأمور خاصة المبتدئات حبابات قلبي اللي راهم يتعلموا اللي راهم يساندوا فيا اللي راهم يشجعوني باش يتعلموا وجيهم الطريقة سهلة وبسيطة ما نحبش نخلطها لكم ومن بعد ما تفهموش كي الشرح بالفيديو بصح ما كانش كيما طريقه تاع الكلام اتفا... نفهمكم بها شوفوا البنات وين خرجت الخيط تدخل الخيط شوف هاني نحت لكم الطريقه شوفوا وين. نفسها يعني نحاولت حاولت اني اقرب لكم الصوره غير حطى يدها عزوزتي ما ما باش ما شفتوهاش سوا شوفوا وين وين الخيط خرجوا الخيط كي تشوفوا البلاصه تاعكم فارغه زيدوا اجبدوا هكا الصوف شوفوا جبدوه بال بالمخيط اجبدوه بالمخيط باش تتعمر لكم الحاشيه ما تخلوهاش فارغه لازم كي تحكموا بين يديكم كيما هكا كيما نعت لكم في الفيديو تاع القعادات لازم كي تعودوا تحكموا تحكموا تلقوا الخيط بيناتهم يعني تلقوها معمره صوف ما البلاصه فارغه ها البنات وين تمشي بالخيط رجعي الخيط في نفس الخيط باش من بعد الطريق يعني الطريق تاع الخياطه تجيكم سهله هنا شوفوا البنات زد تكمل حتى توصل للحاشية ها غير تمشي الصف تشوفها فرغت شوية تجبد الصف من الوسط رغم انها عمرت الحواشي قبل الوسط بصح هكاكا ولازم لازم تعمرها شوفوا لازم كي تحكم بين يديها هكا تلقاها البلاصة مليانة متلقاهاش فارغة ان شاء الله البنات نكون استفدتوا من الفيديو هذا والبنات اذا تحبوني صح واذا راني راني يعني القناه تاعي عجبتكم بارطاجوها مع احباباتكم مع صحاباتكم باش تعم الفايده وتكبر القناه تاعنا هنا البنات ما المطرح يعني اللي تحب تكمل مطرح كامل تكمل بس هذه النتيجه خير يعني كي سقسيت عزوزتي قلت لها وعليها حتى تخدمي نص وتزيدي ترجعي يعني للريبونا قالت لي هكا خير باش من وين نكون كملت المطرح كملت معاه الحاشيه شوف هنا تكيلو بصباعكم ثلاثه صباع وتلوحوا الريبونا شوف وتلو وتزيروا مليح باش من بعد تخرج ليكم النتيجة تاع اللوية هذه تجيكم تهبل يعني اللوية أمعادو كل يديروها في المطارح اللي لي ما تعرفش اللوية هذه اديرها في المطارح راح حتى يكون يعود عندكم عيوب ولا حاجه في المطرح تاعكم هذيك اللوية راح تدرك لكم العيوب كامل شوفوا البنات زيد كي توصل الحاشيه تزيد تحاول انا المطرح لازم الصوف تعود مليانه الحاشيه ما تعودش فيها الوسط ما يهمكش فيه المهم يعود الحاشيه تاعك مليانه من بعد المطرح تاعك راح يجيك هايل راح يجيك واقف وحده تحبي توقفيه يوقف وحده كتعود الحاشيه تاعو مخدومه مليح تعود اللوية تاعو مليح يعود يعني معمر يعني الصوف يعني مريقل في البلايس كامل راح يجيك هاي ما يجيكش كل جهه وحدها ولا يجي كعوج ولا شوفوا البنات تبعوا الطريقه هذه اللي عندها مطرح تاع صوف وحابه تحلو وفشلت باش يعني تديه للطراح يطرحوا لها طرحوا حدها في دارها اللي تحب يعني تدير المهنه هذه تتعلمها وتديرها مهنه تسترزق منها هاني جبت لكم الفيديو كامل شوفوا البنات تبعوا الطريقه هذه شوفوا وين وين الخيط وين دخلوا الابره وين دخل وين يخرج لكم الخيط ثم بعد يعني ما تزيدوش تبعد بعد, بعد بواحد زيرو خمسة سنتيمتر برك هكا باش يجي شوي بعيد عليه هنا تزيد ترجع للوية تزيد تلويها بالريبونة ريبونة الشروطة زيرو فاصل خمسة سنتيمتر وشروها حسب اللون تاع اه تاع القماش تاعكم يكون حسب اللون الوردة ولا الطرحة ولا كيما بغيتو نتوما يعني تحب تحبوا ديروها زي لون الطرحة ولا زي لون الوردة اللي مخدومة في الكمخ كيما هكا كامل حتى تكملوا المطرح تاعكم هاوليك البنات زيروا على قد ما تقدروا قد ما تخدموا وهذه نصيحه ما ترخفوش الخيط ما ترخفوش الخيط كي تعودوا تخدموا ما ترخفوش الخيط تخلوا الخيط تاعكم مرخوف شوفوا حاولوا ولازم في الخياطه لازم تكون عندك طوله البال باش تقدري تخيطي ما ما تقوليش يعني انا ما عنديش طولة البال ما نخيطش خاطرك شكون آه كي ما تعودش عندك طولة الباب البال راح ليه ليه تقلقي وطيشي الحاجه هذيك شوفوا هنا وصلنا للحاشيه شوفوا كيفاه تعمرها مليح تجبدها تجبد الصوف ليها حتى تشوفها وقفت الحاشيه وحدها بلا ما تقيس هنا تزيد تجي بنفس الطريق هاي ليك تزيد تخرج على الحاشيه الاخرى شوف من بعد هذيك جهة التحتانيه تاع الحاشيه راح تخدمها وحدها يعني راح ديرها وحدها هنا تزيد ترجع لللويا أخدمو شويه ورجعوا ديروا بالريبون اللويا هذه باش من بعد يعني ما تفشلوش ولا تظرحوش باش تخدموها كي تكملوا المطرح كامل بالطريقه هذه راهي سهله وبسيطه جدا هاي ليكم جبت لكم ان شاء الله تكون كامل تفاصيل واللي عندها سؤال تخليهولي في التعليقات راح نحاول اني نجاوب خواتاتي بكل فرح وسرور وكل وحده نشكر كل وحده راهي قاعده تساند فيا وقاعده تشجع فيا باش نزيد نكمل ونستمر في في القناه تشوفوا الحاشيه زي ما واقفه راح يجيكم هايل المطرحه هايل هايل أه واش هو البنات على الاخير أه ما صورت لكمش برك كيف هدرت راني دايره قبل فيديو قصير تاع كيف تخدمي كيف تخدمي لي زانوت بالقماش بنفس القماش هذا رجعوا ليه بكفاه تغلفوه ويعني طريقة تاع باش تخدميه في الوسط طريقه سهله بسيطه أه ديروها شوفوا البنات حاولوا انكم أه انكم تركزوا مع الفيديو مليح وكملوا الفيديو للاخير باش تفهموا مليح الفيديو والشرح تاعو ما حبيتش نقص لكم الفيديو ولا نسرع لكم فيه باش المبتدئات يشوفوا الطريقه يحبوا نفس الطريقه تقدري تغرزي بها القعدات ان شاء الله يكون الفيديو هذا نال اعجابكم وان شاء الله تكونوا تكونوا استفدتوا منه والبنات لبنات نوصيكم نوصيكم بارتاجوا لي القناة باش تعم الفايدة وتكبر القناة تاعنا وبإذن الله راهو كاين جديد هاوليكم البنات شوفوا زي مهجات الحاشية تمشوا هكا كامل حتى تكملوا المطرح شوفوا الحاشية كيفاه جات واقفة وتجي على نفس الطريق كي تبعي ديري الخيط للخيط وين تخرجي الخيط ترجعيه في نفس البلاصة تفوتي واحد 0.5 فاصل خمسة سنتيمتر وراح إن شاء الله تلقي النتيجة هذه كما راكم تشوفوا فيها في الفيديو شوفوا البنات الحاشية كيفاه جات شوفوا جات قد بعضها كاملة جات واقفة جات متناسقة الله يبارك خرج يهبل يهبل المطرح هاوليكم غير قلت لكم البنات يعني ما صورتهاش كي كانت دارت لزانو زانو برك باقي عطيتكم كامل تفاصيل كامل لي اللي, اللي حابينها نتوما حاولت اني نروح الجوانب كامله تاع الفيديو هنا شوفوا الريبونا لي في الوسط بعد ما ديروا يعني الشكل هذا تشغل مقروضه يجي خاصه العرايس اللي يحبوا يخرجوهم في جهازهم شوفوا ديروا المقروضه هذه بالريبونه ديروا زوز ايزانو ووحدة في الوسط زوز ايزانو وشوفوا النتيجه ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم البنات واذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من جام الفيديو وما تنسوش تشاركوه في مواقع التواصل الاجتماعي وما بقى لي غير نقول لكم في امان الله ونتلاقاو في فيديو جديد باذن الله شجعوني البنات وراني نسنى في تعليقاتكم في امان الله سلام